في هذا الموسم ديال البرد كاين اكثريه ديال الناس اللي كيتبروا من كيقولوا لها البروده. دونك خصنا حنايا نشوفوا اشنو هي هذه البروده. هذه البروده اللي كاع الناس كتهضر بها في مضره شي حاجه في المفاصل ديالو كيقول لك البروده. هذه البروده جايه من الروماتيزم، واحد لا ديسيبلين ميديكال كيقولوا لها الروماتيزم، الروماتولوجي هي اللي كتكلم بهذا الشيء. فهذه البروده كتكون لا بروميير دي شوز هي كتكون لارتروز، كنقولوا لها لارتروز. وهذه البروده اللي كيقولوا الناس البروده راه هي لارتروز، اكثريه عليهم كيقولوا لارتروز. علاش كنعرفوها باش هي لارتروز؟ حيت كيقول لك عندي الالم كيكون عندي في المفاصل ديالي، والمفاصل كيضروه امتى؟ من كيكون وقت البرد بحال هكذا، اما كيكثر من الوقوف ولا من الوزن ديالو المفاصل ديالو. وثالثا من كيكون عنده واحد الاعوجاج في المفاصل ديالو. هادو ثلاثه اللي كيعطيو ديك البروده. من بعدها الناس كتكون هذا حد واحد الالم، وكتمكن لا تتمشى، ومن كتمشى كنشوفوا ديك البروده امتى كتجيهم. كتجيهم في اخر ديال النهار. علاش؟ حيت كاع النهار هما واقفين، كاع النهار هما كيتمشاو، كاع النهار هما كيأثروا على ديك المفاصل. دونك سان فان جورني هي اللي كتكون عندهم ديك لا دولور. الوغ الناس اش كيديروا؟ كيمشيو يدوزوا على هذه البروده، ولكن اكثريه ديالهم كيقول لك انا غادي نمشي للصحراء، نمشي نغشي رجلي في الرمله، ولا نمشي للحمام، ولا خصني نمشي نكوي. هذا الشيء كاع اللي بغيتو نشوفوه ان شاء الله. علاش الناس كيقول لك خصنا نمشيو؟ علاش؟ حيت فيهم السخونيه. هذيك السخونيه هي كتعاون، هي فعلا كتعاون، السخونيه كتعاون، ولكن الناس ما عندهاش علاش كتمشي حتى للصحراء شاده الكار نهار كله، وديك البروده كتزاد عليهم. وممكن يحكوا للصحراء كيخشيو رجليهم في الرمله وكيرجعوا كيقول لك بخير وعلى خير الحمد لله، ولكن هما راه اثروا على ديك المفاصل ديالهم بهذيك البروده اللي كما كيقولوا اكثر. علاش؟ حيت ما غاديين في الطوموبيل ولا غاديين في الكار، وهذاك الشيء كله كيأثر على المفاصل ديالهم. ثانيا كيقول لك نمشي للحمام. فعلا كتمشي للحمام، ولكن خصنا نعرفوا باش في الحمام كاين سخونيه، وهذيك السخونيه كتقد توالمهم على قبل ديك البروده، ولكن على حوايج اخرين غادي تزيد تاثر عليهم، بحال الامراض ديال العروق. العروق اللي كيكونوا فيهم الدم، كاين الناس تما كيقدوا يلحقوا لواحد الدرجه اللي يقدوا يموتوا فيها. علاش؟ حيت كيكون واحد الدم كيكلد، ومن كيمشيو للسخونيه داك الدم اللي كلد كيطلع لهم للقلب، كنقولوا لهم لا فرانكتوس دو ميوكارد، كريس كاردياك. اما كيطلع للدماغ، دونك هنايا كتكون واحد ليميبليجي، كنسميوها ليميبليجي. اما كتمشي للريه، هنا سابيت ان امبولي بولمونير. دونك هنايا فين خاص الناس تكون واعيه وتعرف هذا الشيء، ماشي مشينا نصوب نقاد الامور على قبل هذه البروده اللي كتجيني، وفي الاخر كنزيد عليا حوايج اخرين اللي اقصح منهم. فهاد المشاكل ديال البروده، الناس عاوتاني كتمشي كتكوي، كيمشيو عند الانسان اللي كيكوي لهم وكيخرجوا من تماكن، كيقول لك راني بخير. فعلا عاوتاني السخونيه، بقى في دارك دير لك السخونيه، دير لك سيرفيات، دير فيها الماء سخون وحط على ركيباتك، وراه غادي تكون عندك نفس الشيء. هي لابشه تكوى عند هذاك السيد، هذاك الكويان يقد ياثر عليه على الجلد ديالو اولا، وثانيا ماشي داك السخونيه ديال هذاك الشيء اللي حط عليه هو اللي كيداوي ليه البروده. هذه كتحرقوا، وفاش كيتحرقوا كاين واحد الماده كتخرج لنا من الدماغ ديالنا، وهي اللي كتخلينا تعالج لنا شويه هذيك البروده كما كنقولوا. دونك هاد الناس اللي كيمشيو يديروا البروده، كيكون عندهم البروده وكيمشيو يمشيو للحمام ولا كيمشيو هذا، راه فعلا في الصح خصهم على السخونيه بلا ما يمشيو حتى للحمام. في دارهم يقدوا يديروا شويه السخونيه ويكمدوا رجلاتهم في السخونيه وصافي، راه يكاد اكثريه من كيكون البرد بحال هكذا. هذاك الشيء علاش الناس سموها البروده، ولكن هاد لاختروز ما عندها حتى شي علاقه مع البروده، مع البرد. زعما كاين البرد واحد الدرجة هابطة غادي تكون عندي البرودة، ما عندها حتى شي علاقة. هذيك لاختروز كتكون أكثرية في أكثر ديال الناس اللي كيكونوا عندهم الثقل الوزن. هذاك خصهم ينقصوا من ذاك الوزن ديالهم، ولا يمشيو في البرد، ولا ما يمشيوش في البرد راه ما غادي تبدل حتى شي حاجة، سا شونجغا ستريكتومون غيان. دونك هنايا خص الناس يكونوا عارفين هذا الشيء باش
يعرفوا كيفاش يعالجوه. هي ما خصهاش تسمى كاع البروده، خصها تسمى لارتروز ولا الروماتيزم كما كان، حيت لارتروز سي اون باثولوجي كتكون فوس لا ديسيبلين ديال لا روماتولوجي، كنقولوا لها حنا لا روماتولوجي. دونك هذا الشيء اللي خاص الناس تكون عارفه في هذا الشيء. في نقطه اخرى عاوتاني كاين الطبيب اللي كيصيفطهم العلاج الفيزيائي، تما كاين فعلا من غادي يشوفوا اش غادي يدير لهم العلاج الفيزيائي، غادي يزيدهم السخونيه، كيعطيهم السخونيه كتعطى الركبه ديالتهم ولا الظهر ديالهم ولا المرفق ديالهم ولا كما كان. دونك تما كاين غادي يعطيهم عاوتاني واحد الاله كهربائيه جوستومون كتدار، واحد الاله كتدار بالضوء وكيعالجوا بها، هذه حتى هي ممكن. اما كيديروا لهم كما كيقولوا عاوتاني الناس البوله الحمراء، البوله الحمراء حتى هي كتعطي السخون، سي لانفراروج، سي تو سامبلومون لانفراروج اللي كيدير لو كينيزيرابوت، وهي كتزيدهم عاوتاني السخونيه. ولكن هذاك الشيء كلشي مدروس من عند العلاج الفيزيائي، المعالج الفيزيائي. دونك هنايا فين خص الناس تكون عارفه هذا الشيء كله ان شاء الله، باش تفهم باش البروده ما عندها حتى شي علاقه مع البرد، وتقد تعالجها هي نيت بلا ما تاخذ الميديكامون في الدواء ولا شي حاجه قبل ما تشوف الطبيب ديالها، ولا بدا ما خصها تشوف حالتها اخرى اللي عندها شي امراض اخرين اللي يقدروا يتاثروا على هاد المشكله ديال السخونيه. الو خصنا نفهموا واحد الحاجه، اولا هي هذيك لارتروز اشنا هي، يمكن الناس باقي ما فاهمهاش. عندنا العظم، عظم وعظم، بين عظم وعظم كاين واحد القروش، هذاك القروش هو اللي كيخلينا نضغطوا عليه، يمكن نوقفوا ولا كنتحركوا ولا كما كان. هذاك القروش هو اللي كينقص، ملي كينقص كيتحك، ملي كنتمشاو كنحكوه، ملي كيتحك ما كيبقاش. لا صدقنا حاطين العظم على العظم، الواحد لحد 60 عام 70 عام ومن وصل العظم على العظم، تما كاين فين غادي يكون الالم. فاللي كنشوفوا في الراديو كتشوفي واحد البلاصه بيضاء، هذاك العظم، وبين العظم والعظم كاين واحد البلاصه كحله، هذاك هو هذاك هو القروش اللي كيكون بين هنا وهنا، واحد لو كارتيلاج اللي كيكون بين عظمه وعظمه. دابا فاش كيمشي عند المعالج الفيزيائي كيدير له لو تريتمون ديالو، ولكن خصو يعرف واحد الحاجه، عمر شي طبيب في هذا العالم ما قاد لا معالج فيزيائي ولا ميدسان ولا سبيسياليست كما ما كان ما يقد يزيد له في ذاك القروش. مات تمحى، ما عندناش كيفاش نرجعوه، باقي الان ما صدناش كيفاش نديرو تنرجعوه كما كان. دونك لا بقى محي كيبقى محي، ها هو كيعطي بعض المرات الالم اللي كنحسو به، ملي كيطلع لنا الدماغ ديالنا كنحسو بداك الالم. المعالج الفيزيائي اش كيدير؟ كيعمل شي الات باش هذاك الالم ما يوصلناش للدماغ، ما كنحسوش به، هو راه كاين ولكن ما كنبقاوش نحسو به، وداك الدواء اللي كيتعطى لنا حتى هو نفس الشيء. هذا هو. دونك خاص الناس فاش غادي تمشي عند المعالج الفيزيائي، راه ما تمكنش تقول غادي نمشي عنده وغادي نبرا ديفينيتيفمون، ما تمكنش، خاصو تمشي عنده يعالجك وترجع عنده من بعد، غادي يرجع لك الالم، غادي يرجع. خديتي الدواء راه غادي يرجع لك الالم، لو وقفتي الدواء راه غادي يرجع لك الالم، مشيتي عند المعالج الفيزيائي وقفتي لي سيونس اللي عنده راه غادي يرجع باش ما كان. دونك خصنا من بعد عاوتاني ملي كيرجع الالم عاوتاني خصنا نرجعوا لعندو، اما الطبيب اما المعالج الفيزيائي ولا عندهم هما بجوج. لي طالون هاد العيالات كيكون، ولكن هذاك الشيء غادي ياثر على البروده ديال الظهر، حيت عندنا واحد الخويه عندنا في الظهر، وملي كنديروا لي طالون هذيك الخويه كتكسر. اكثريه ديال الناس اللي كيديروا لي طالون لا بدا ما غادي يتزاد عليهم ديك الخويه، من ديك الخويه كيزيدوا ضغطوا عاوتاني العظم على العظم، وكيمحيو داك القروش اللي كاين بيناتهم، فهمتي؟ دونك تما كاين فين الناس، بعض شي ناس كنقول لهم نقصوا من الطالون، نقصوا منه حيت ما مزيانش، خصنا لا بدا ما نقصوا منه، ولكن هذاك الشيء خصنا تنشوفوا بارابور على مورفولوجي ديال الظهر ديالهم كيفاش داير. تما كاين معالج فيزيائي راه غادي يشوف هذا الشيء ان شاء الله، وغادي يقول لهم ها الطالون قدي تديري 3 سنتيمتر ولا 4 سنتيمتر ولا 10 سنتيمتر، شوف كل واحد واش. واكثريه خصنا نعرفوا شكون اللي كيدير لي طالون طوال، العيالات، والعيالات عندهم ديك الخويه اكثر من الرجال. دوك ملي كيديروا لي طالون كيزيدوا عاوتاني هذيك الخويه، بحال كيزيدوا يضغطوا عاوتاني مازال اكثر، ولا خطوز غادي تزاد عليهم مازال اكثر. في علاج في هاد المشاكل ديال
ديال البروده كتخرج منها امراض اخرى بحال دابا في الظهر نقدو ندوزو من البروده ديال الظهر الا كيقولوا لي عاوتاني غنهضروا نفس الهضره ديال الناس هي بوزلوم هي لاسياتيك تما كاين البروده اللي كتكون في الظهر لا ما درنا ليها والو راه تقد تخرج لنا لاسياتيك لاسياتيك تقد تخرج من تما كاين وغادي تهبط لنا الرجل كله عاوتاني خاصهم عاوتاني الواحد دي من يحس بالالم ديالو في الظهر ديالو هذيك الساعه يمشي يداوي الظهر ديالو قبل ما يكون ترو طار. هي كاين جوج حوايج هي تقد تكون مأطره من ليريديتي زعما تكون ديال الناس اللي كيورثوها من والديهم ولا شافوا والديهم عندهم ديك البروده ممكن تجيهم ولكن كاين حاجه اخرى عاوتاني ثانيا هي عاوتاني خصك تشوفي لا مورفولوجي ديال السيد ولا السيده كيفاش كاين السيد اللي ندير راسو القدام ولا كتف ديالو زايدين القدام عنده قوس في الظهر ديالو راه غادي الا كان والديه بحال هكاك راه هو ما عندوش هذيك القوس بلا ما يخمم راه تقد ما يكونش عنده هو دابا الا كنت كنتمشى انايا وكنتمشى برجلي متنين راه كاين اللي كنشوفوهم في الزنقه كيتمشاو برجليهم متنين هذوك غادي تجيهم البروده كاين الناس اللي كيتمشاو بواحد الطريقه اللي ماشي هي هذيك اما كيعرجوا اما كي بزاف منهم هذوك غادي تجيهم البروده اكثريه ولكن عاوتاني الناس اللي كيخدموا الوالد ديالنا كيهز الثقل على ظهره وكاع حياته هو كيهز كيهز لا بدا ما غادي تكون عنده البروده ما غاديش نقولوا حيت عنده هو البروده حتى انا غادي تجيني دونك خصنا نشوفوا كاين هو وراثي ولكن قليل ولكن كاين عاوتاني اش دار بالظهر ديالو اش دار من المفاصل ديالو في حياته كلها راه الواحد كيهز الثقل لحياته كلها كيخدم بالعضلات ديالو بالصحه ديالته كيهز واحد الوزن اللي فوق من الوزن ديالو هو دونك لا بدا ما غادي يكون عنده البروده والوليدات ديالو حتى هما لا داروا نفس المهنه ديالته راه غادي تكون عندهم البروده ولكن ما داروهاش وصدقوا في واحد لا سيتوياسيون اللي بعاد من هذاك الوزن اللي كيهزوا الناس راه ما كاين حتى شي مشكل ان شاء الله وما يكونش عندهم البروده ان شاء الله. البروده قلنا هي الكارتيلاج اللي كيتحك واحد على واحد بين العظم وعظم هذا كيكون من الصغر دابا انت وانا واحد اخر صغر مني وصغر منك اكسيتيرا تقد تكون عنده البروده ولكن الناس امتى كتهضر بالبروده الا من كيجي لهم الالام مي هو الكارتيلاج راه بدا كيتحك من 20 عام وهو طالع 20 عام 25 عام 30 عام وهو غادي وكيتحك ممكن لحقوا لواحد السن ديال 50 عام 60 عام 70 عام كنحسوا بواحد الالم من كتشوفي حنا نمشيو ما نمشيوش بعيد نشوفوا اللعبه ديال الكره اللعبه ديال الكره كيضغطوا بزاف على المفاصل ديالهم ديال رجليهم بيان هادوك كيلحقوا 40 عام كتولي عندهم البروده كاين الناس اللي عاوتاني كيهزوا الثقل في حياتهم راه كتكون عندهم البروده عاد 30 عام كاين اللي عنده البروده كاين اللي عنده 25 عام عنده البروده وشنو هو البروده الناس كتقول البروده ملي كتكون عندهم الالم ملي ما كيحسوش بالالم راه ما عندهمش البروده ما كيقولوش عندنا البروده ولكن كدوزي لهم الراديو كتشوفي هذاك اللي قلت لكم قبيله ديال ليسباس اللي كيكون بين عظم وعظم اللي كيكون في واحد لا كولور كحله راه كتنقص وكنشوفوا من هذا الرجل وكنشوفوا الرجل الاخرى كتكون عندنا واحد الفرق تما كاين هنا في الناس خاصها تشوف ماشي عاد تصوب الراديو وتمشي تشعل الطبيب حتى هي تمكن لها تشوف الراديو ماشي مشكل ماشي حرام ماشي ماشي ممنوع دونك باش الناس تفهم مزيان الرياضه لا خاصها تكون خاصنا نعرفوا باش البروده ما كتبقاش لاختروز والالم من شديتي لا شديتي اي مفاصل ودرتي لهم البروده كما كنقولوا زعما لاختروز وما بقاوش كيتحركوا حتى عندي الالم ما بقيتش كنحركها لما بقيتش كنحركها غادي يكون عندي مشاكل اخرين هما كنقولوا لهم ليبو اكستنسيبيليتي ديال لي موسكل ديالنا العضلات ديالنا كينقصوا من الطول ديالهم كاع لي ليغامون واي حاجه اللي كتكون عندنا في الركبه ولا في الرجل ولا في اي مفاصل هذيك حتى هي كتصغر كتولي عندها واحد الداخل واحد الكوله من عند ربي كتجينا وكتكولي تر السيد ما كيقدش يسرح رجلو ولا يتنيها كنشوفوهم في المساجد
كيديروا كراسة كيجلسوا ما يقدوش يتنيو الركبيه ديالهم وكاين اللي ما يقدش يتني الظهر ديالو حيت كانت عنده واحد البروده راح قلت له واحد واحد سطات ديال لا دولور ومن داك الالم البوش كيتحركوا حيت لا تحركوا كتجيهم الالم كيجيهم داك الالم دوك ما بقوش كيتحركوا دوك هذوك العضلات نقصوا صغروا ونقصوا من الطول ديالهم دوك ما بقاش قد الواحد يتحرك لا باش هذا الرياضه غادي يعاون هذاك الشيء يعاون هذوك العضلات ويجبدهم ويخدمهم وكل شيء اش ما خصوش يدير يدير الرياضه اللي ما يديرهاش بلا ميزان شارج زعما ما يقدش يضغط ما خصوش يضغط عليها بزاف بحال دابا يتكى في الارض ولا يتكى هذا ويخدم ماشي مشكل يقد يخدم عاوتاني في لابيسين لابيسين كتنقص من داك الوزن دونك لا خدم في لابيسين داك باي حاجه بالثقل ولا باي حاجه ما غاديش يحس بهذاك الالم في لابيسين بوحدها هذيك اللي كتحيد علينا كاع الوزن كله كيتحيد دونك بحال هاد الالات هادي راه المعالج الفيزيائي راه يقدر يعاونهم في هذه الطريقه ان شاء الله. في هذه النهايه ممكن نعطيكم واحد النصيحه المهمه هي الواحد ما يبقاش يتصنت للجار ديالو صاحبته صاحبه كاين الطبيب عنده المهنه ديالته كاين المعالج الفيزيائي عنده المهنه ديالته فاهم في هذا الشيء من كتخسر لنا الطوموبيل كنديوها للميكانيسيان كنبقاوش نخربقوا فيها حنا ملي كتجينا المشكله في الصحه ديالتنا خصنا نمشيو لعند الميكانيسيان ديال الذات ديالتنا هي هو الطبيب ولا المعالج الفيزيائي ممكن نمشيو ليها نمشيو ليه هو اللي غادي ينصحنا في هذا الشيء مي لا مشينا حتى مشينا درنا هذاك الشيء اللي كيقولوا لنا الناس راه نقدروا ناثروا على حاجه اخرى كما قلنا قبيله والواحد يحبس من هاد الادويه اللي كتجي من برا واللي كتشرى في اسواق ولا الناس اللي كتبيع هذيك الادويه اجي وشريو هذه وشريو هذه مزيانه للبروده هذاك الشيء ما منوش كون كانت كون الناس عرفوها في العالم كله في الاو ام اس اللي تعرفها كاع الناس اللي كيديروا البحث غادي يعرفوها وكون قالوها لنا كون عرفناها حتى حنا والسلام عليكم تبارك الله عليكم الى اللقاء ان شاء الله.